الإعلاميين مشكورين على حضورهم. هذا الندوة الصحفية تصدت تقديم برنامج انتخابي جامعة كروداد باتحاد الشراكة للقوات الشعبية، برنامج الذي تم إعداده من طرف تقنيين ومن طرف مجموعة من الفرق لمقاربة تشاركية، باعتبار أن اليوم مقاربة تشاركية هي مستجد دستوري كبير. وقررنا احنا في الاتحاد الاشتراكي جماعه كرودان ان يتم اعمال هذه المقاربه، اولا في اعداد برنامج الانتخابي ديالنا، ثم في اعداد برنامج عمل جماعه ان شاء الله بعد الاستحقاقات الانتخابيه، سواء من باب المعارضه ومن باب التسيير. طيب، البرنامج الانتخابي اعده الاتحاديه في شتى المجالات، استمر مجموعه من الطرق عمل متعلقة بالأطر الاتحادية في مجال الطفولة، هناك أيضا أطر اتحادية في مجال الأشخاص في وضعية الإعاقة، والأطر الاتحادية في مجال التدبير المالي الإداري، ثم الأطر الاتحادية في مجال الصحة أيضا والبعد الاجتماعي، ثم أيضا الأطر الاتحادية في مجال التعمير والعمران، ثم الأطر الاتحادية في مجال التراث والثقافة، كلها يعني ساهمت. أيضا شبيبة اتحادية المجال الأكاديمي، الأطر الاتحادية المجال الأكاديمي ساهمت بشكل كبير في إغناء هذا البرنامج الانتخابي باختلاف الوقت، احتراما للساكنة تردان لأنها كتسنى لنا برامج قوية تلائم تطلعاتها وتلائم وتواكب أحلام هذه المدينة، لذلك أخذنا الوقت الكافي. ما كناش سباقين بنشر هذا البرنامج لكي نعطي الوقت والمسافة الكافية لتحديد هذا البرنامج بدقة وتدقيقه وتفصيله، وسترون تقديمه البرنامج أتى بشكل مفصل ودقيق. يعني أعمال سير هذا الندوة، سنعطي الكلمة أولا الأخ محمد جبري وكيل اللائحة، ثم تليه الأخت زينب الخياطي وكيلة اللائحة الإضافية، وبعدها سنتيح الفرصة للإخوة الصحفيين بأن يسألوا أسئلتهم في البرنامج بكل أريحية وكل وقت. إذا ينطلق برنامج هذا الندوة مع الأخ جبري، ليتفضل. مشكورا. شكرا للأخ عنتر. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت وقفت الإخوة ممثلي المرابط الإعلامية، كما قال الأخ عنتر، فالأرضية ديال البرنامج الانتخابي للاتحاد الشراكي للقوات الشعبية بتردان جاء أولا من القراءة النقدية التجربة الاتحادية للجماعة. هذه التجربة تعتز بها طبيعة الحال، فيها نقاط الضعف اللي خصنا نتزوجوها، وفيها نقاط القوة اللي خصنا نطوروها. مسألة أخرى، البرامج الانتخابي كذلك تيجي من تجربتنا كمعارضة، معارضة بناءة الولاية الحالية واللي كانت من 2015 إلى 2021. وانتم كنتوا تشتوا بان الفريق الوحيد اللي كان مداوم على حضور الدورات ومتابع للشأن المحلي الجماعه هو الفريق الاتحادي، بحيث حنا حيت ترشحوا يقدروا يكونوا في المعارضه ويقدروا يكونوا في الاغلبيه. 2015 الناقبين عتاوا لحزب معين في الاغلبيه، يبقوا في المعارضه وتمارسوا العمل ديالنا كمعارضه بناءه ومعارضه بالتالي تتهدم مصلحه العامه. البرنامج الانتخابي كذلك تنطلق من التشخيص والانتظارات ديال الساكنه ديال تيرودان، وشنو هي الاولويات ديالها في جميع المجالات. حنا عندنا تجربه تسيير، تجربه في المعارضه، عندنا احتكار بالمواطنين، متابعين للشأن المحلي على مستوى المحلي ومستوى الوطن ومستوى الجهوي، وتنعرفوا اشنو هما الانتظارات ديال السكان. فالمحاور العامة ديال هذا البرنامج الانتخابي، اولا في المسألة الأولى اللي هي أساسية، هو استمرار تنفيذ الأوراش المعطلة. مجموعة من الأوراش عطلات والتوقفات خليناها في 2015، ومع الأسف وهم من حسن ديال لأنه ما تنفذات مجموعة من الأوراش. ونهز القتل الطرح، لماذا المجلس الحالي ما استطاع ينفذ الأوراش السابقة؟ منهم مجموعة من الأوراش، نقول لكم غير كمثال
شي حوايج اللي كانت المحطه الطرقيه، محطه تصفيه ديال الوطن البحر، المحطه الصناعيه، تجزئه الاطلس اللي دارت مع العمران والى اخره. وانا مركب ثقافي 2015 مركب مجهز، خاصو شي حاجه ديال الضو، شي حاجه ديال شي حاجه تقنيه. ست سنوات المجلس الحالي لم يستطع افتتاح المركب الثقافي اللي هو مفخره ديال المدينه. المحور الاخر واش غاتجيو ليه بلا سميتو، هو انه البرنامج ديالنا تيعتمد واحد العمل، العمل بالحكمه ونجاعات الاداره. لان اليوم بالمسائل الاساسيه هو انك تدير سياسه الفورم، وان تكون عندك واحد الحكمه وتكون عندك واحد النجاعه ديال العمل الاداري. محور اخر هو انه المحور الاخر اللي هو المحور الثالث، واعتماد عداله بيئيه مجاليه من اجل تنميه مستدامه. المحور الرابع هو يتعلق بالتدبير المالي والاقتصادي، ولكن بعمقه الاجتماعي. كيفاش غنطوروا المدارس، كيفاش غنطوروا الاستثمارات، كيفاش غنخلقوا مراسم الشغل. اخر التشغيله ماشي مسؤوليه الجماعه، الجماعه خاصها توفر الظروف، الظروف للمستثمرين من اجل خلق فرص الشغل. محور اخر هو خاص بالتعمير والعمران والتهيئه الحضاريه. والمحور السادس هو محور اللي خاص بالثقافه والتراث والتعليم والرياضه. هادو هما المحاور العامه ديال البرنامج. برنامج طموح، برنامج مدروس بشكل علمي وموضوعي، وتتمناو اننا توفقنا يكون هو الارضيه ديال برنامج العمل ديال الجامعه. وشكرا. شكرا اخ جبري على كلمته المختصره جدا. لان حنا خدينا بعين الاعتبار الظروف الصحيه كتعيشها بلادنا، وبالتالي ندوه صحفيه جد مختصره ومختصره، ونتمنى انهم تفهموا هذه النقطه. استاذه زينب تفضلي. شكرا اخ مصطفى، مرحبا بالاخت والاخوه الصحفيين والصحفيات والحضور الكريم. غير اضافه وباختصار بالنسبه للمحور ديال برنامج العمل ديال فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للجامعه الترابيه لتبلاد، كذلك استحضرنا في اعداد هذا البرنامج الاوراش الكبرى المفتوحه على المستوى الوطني في علاقتها ايضا بالبرنامج الحزبي على المستوى الوطني. ومن اهم هذه الاوراش اللي اشتغلنا عليها فيها مستقبلا في التدابير اللي سوف تتخذ في هذه المجالات، وبالتالي استحضرنا هذه الاوراق المفتوحه وسقطناها على الوضعيه على المدينه ديال مدينه تبلاد. من هذه الاوراق اللي كنعرفوا الجميع بان المغرب اشتغل منذ سنه 2014 على السياسه العموميه المندمجه لحمايه الطفوله. وبين الاهداف الاستراتيجيه ديال هذه السياسه العموميه المندمجه لحمايه الطفوله احداث الاجهزه الترابيه. احداث الاجهزه الترابيه على مستوى الوطن، الى غايه الان احدث واحد 7 ديال الاجهزه الترابيه، وغيتحدث مستقبلا الجهاز الترابي على مستوى مدينه تردن كذلك. ولكن كاين واحد البطء في التفعيل ديال هذا الجهاز الترابي، وبالتالي حنايا من خلال البرنامج ديالنا سنعمل على تفعيل او الاسراع بتنزيل تفعيل الجهاز الترابي على مستوى المدينه. كاين الاشكال المطروح فيما يتعلق بوضعيه ديال النساء على مستوى المدينه، مشينا اتجاه ان تكوين وتقويه قدرات النساء في الجانب، كذلك في علاقته بالاشكاليه المطروحه واللي ابانت عليها الظروف ديال كورونا، الفتره ديال كورونا كذلك، انطلاقا من تعرض او ارتفاع نسبه العنف ضد النساء. وكنعرفوا بان القانون المنظم لهذه الظاهره هذه اللي هو 113 واللي حاليا ادمج في القانون الجنائي، ولكن كاين التدابير الاخرى اللي مصاحبه لهذا القانون هو التكفل بالنساء ضحايا العنف. ومن هنا وضعنا واحد الاستراتيجيه ديال العمل من خلال التجربه ديالنا الميدانيه لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي والمحلي، على اعتبار اننا نساهموا في احداث هذوك الوحدات ديال التكفل بالنساء، الوحدات الاستعجاليه للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واللي فيها واحد معطلة على المستوى الوطني، فيها واحد الصعوبة. ولكن حنا عندنا تصور كنا اقترحنا على المستوى الوطني وغادي نحاولوا نفعلوا على مستوى الجماعة الترابية. كاين الإشكالية اللي مطروحة كذلك هو المشكل ديال الصحة. كنعرفوا جميع بأن من بعد كورونا بانت بأن المنظومة الصحية على المستوى الوطني
تتعيش واحد مشاكل كبيرة إذا ما غنقولوا منظومة مهترئة، رغم التدابير ورغم الجهود المبذولة، ولكن على مستوى الجماعة الترابية تنعيشوا واحد الإشكالية كبيرة رغم الجهود اللي كيبذلوا. وإذا كنبغي نشكر الأطر الطبية والإدارية والتمريضية على مستوى مستشفى مختار السوسي، ولكن كاين إشكالات، كاين إشكالات ديال أن حاليا عندنا واحد الوحدة ديال 4 ديال الأسرة ديال الإنعاش. المجال الصحي غادي نشتغلوا على أننا نترافعوا في التوسيع ديال المستشفى، التوسيع ديال الخدمات ديالو، الأطر الطبية والتجهيز ديال المستشفى مختار السوسي. وكاين كذلك الجانب ديال الصحة العقلية والنفسية على مستوى، وهي تعتبر من الحقوق الناشئة على المستوى الدولي، ولكن كنلاحظوا بأن المستوى المحلي تنشاهدوا بعض الظواهر، تنشوف الناس اللي تشكوا في الفيسبوك على الأمراض العقلية والنفسية على المستوى المحلي. كاينة فكرة اللي كنا بديناها قبل مستوى الجماعة في 2014، ولكن مع الأسف توقفت نظرا لتغير المندوب ديال الصحة بعد الانتخابات ديال 2015، وهي ديك الوحدة انتقالية ما بين الطب، قسم الطب العلاج النفسي والعقلي وبين الأسرة. كاين الوضعية كذلك ديال وضعية ديال الإعاقة في ارتباطها بالمشروع اللي كان تنجز مع الأسف ولا زال معطل كذلك، هو المركب المندمج ديال الإعاقة اللي على مستوى ديال السطح اللي كان فعلا الإنشاء ديالو كان بشراكة مع الجمعيات اللي هي مهتمة في هذا الجانب، ولكن مع الأسف تم التعطيل ديالو لأسباب يمكن خارجة على الإرادة ديال الجماعة وديال الاسم، ولكن كاين إشكال مع المجتمع المدني اللي تشتغل في هذه الإعاقة، وبالتالي تعطل هذا المشروع. وحاليا تنظن راه المشروع ديالو ماتي يستخدم كمستودع العمالة ديال الإنترنت إلا ما كنت غلطة في هذا الإخبار. كاين الإشكال كذلك ديال الوضعية ديال المسنين والمسنات على المستوى المحلي في علاقتها بالمسنين والمسنات المحرومين من الرعاية الأسرية. هذا إشكال كبير، لأن عندنا مسنين ومسنات وقفنا عليهم في فترة ديال الكوفيد عايشين في عزلة في غرف في مستوى الأحياء ديال المدينة. هذا دائما تنتحدث على أساس أن هذه الإجراءات كلها فيها ارتباط مع المستوى الوطني، لأن كاين أوراش كبرى غادي تفتح مستقبلا على المستوى الوطني عندها علاقة بالمسنين والمسنات وبالإعاقة وبالطفولة وبالنساء. هذو أوراش وطنية غتفتح وغنقولوا حنايا سباقين أننا في التفاعل على المستوى الوطني بانطلاقا من مقاربة حقوقية، ماشي مقاربة الإحسان مع الأسف اللي تنعيشوها حاليا، ولكن مقاربة حقوقية تضمن العيش الكريم لهذه الفئات كلهم بما فيهم أطفال، نساء، مسنين ومسنات، وأشخاص في وضعيات إعاقة. نمشيو للإشكال الآخر اللي كان مطروح عندنا في بعض المشاريع اللي هي معطلة أو بعض الإجراءات اللي كنا تنشتغلوا عليها سابقا. مثلا في المجال الأمني كنا قبل تنشتغلوا بواحد لجنة أمنية اللي تشتغل على أساس أننا نحاربوا بعض الظواهر على مستوى المدينة، سواء على مستوى المدينة عامة أو بالمحيط ديال المؤسسات التعليمية. وكانوا الإجراءات تتخذوا، كان تدخلات من طرف الجماعة في إطار اللجنة الأمنية اللي كانت مكونة من 3 ديال المؤسسات اللي هي العمالة والجماعة والجهاز الأمني. وفي نفس الوقت كنا وقفنا على الإكراهات اللي تتعيشها المؤسسة الأمنية والأطر ديالها في شتي الظروف اللي كانت تشتغل بها، والظروف اللي تشتغل بها حاليا اللي تنشوفوا بأن وجود هذيك المصلحة ديال الأمن ديال الأدفاع وهذا، ولكن بالنسبة للمرتفقين والمرتفقات تيتشكاو من الوضعية ديال اسمو، كذلك بالنسبة للموظفين ديال الجهاز الأمني تيعيشوا وضعية ما تتسمحش لهم، ماشي تنقولوا باش تديوش العمل ديالهم بالعكس، ولكن الظروف ما تتستقمش ولا تناسب العمل اللي تيأدوهم. وهنا تنعرفوا نذكروا بأن كاين مشروع ديال بناء هذيك المديرية الإقليمية، ولكن اللي هو معطل غادي نشتغلوا على أساس أنه يمكن تيوقفوني على أساس التوقيت. كاين مشاريع أخرى كثيرة اللي هي برنامج قضيفوت، برنامج رضا، كاين المركز الجهوي المتعدد الاستعمالات التكنولوجية والدعم في مجال الهجرة اللي هو كان صادق عليه ولكن مع الأسف تعطل، وبشراكة مع جامعة بن زهر. أكتفي بهذا ونخلي الأمر. شكرا زينب. وكما كتلاحظوا البرنامج جد غني جد مدقق وجد مفصل، وحاولنا اننا نعالجوا فيه جميع الجوانب وجميع الاختلافات الجماعه ديالنا جماعه دبلان، وبالتالي الوقت لا يسعنا اننا نطرحوا جميع مكونات هذا البرنامج وجميع تركيبات هذا البرنامج في ندوه صحفيه. لذلك اخترنا اننا نبدو الاخوه الصحفيين بالبرنامج في ارضيه البرنامج قبل ان يتم نشره على الفيسبوك، لان هذا دور
دور الاعلام هو انا هنا افتح واحد القوس ان البرنامج الذي بين ايديكم هو الاستئناس وتاخذوا منه الافكار ديال الاتحاديين ديال البرنامج الاتحادي غير قابل للنشر حتى بعد منشور البرنامج بصيغته الرسميه. فقد ممكن معلومات توفر فيه وكذا انها تستمر كماده اعلاميه، ولكن الصيغه اللي بين ايديكم يا يعني باقي محتاج مجموعه من التوظيف كذا التقني فقط، ولكن ماشي الموضوعي، الماده الموضوعيه متوفره ولكن ما هو تقني مازال سيعالج وسينشر اليوم ان شاء الله. اذا نمر مباشره للاسئله ديال الاخوه اخوات الصحفيات والاخوه الصحفيين. تفضلوا، يعني غادي نحاول نفتحوا واحد الليست نفتحوا لائحه. شكرا للاخوه والاخت على الاسئله اللي طرحتوها. المساله اللي طرحتوها واحد مساله اساسيه، مساله ديال التحالفات. هو موضوع التحالفات ان الحمله ديال الاتحاد الاشتراكي اللي درناها حنا اليوم كان واحد التجاوب كبير، تجاوب كبير، لان ضربنا مجموعه من الاحياء والناس تحن التجربه الماضيه. التجربه الحاليه هي كانت تجربه فاشله، عرضتنا واحد سرعه الانطلاقه مش عارف نقول تغيير في الاتحاديه تغيير معامل الارضو. هذه التجربه الحاليه ساعدتنا حنا باش نعاودوا نكتسبوا الثقه ديال الناخبين. 2015 حنا بغينا التنوم، سيرنا مده واحد المده درنا منجزات، بقات عندنا قوه نقاط قوه نقاط ضعف. جات 2015 مزيان، الناس تقارنوا تقول تقارنوا التجربه الاتحاديه بالايجابيه ديالها والسلبيه ديالها والتجربه الحاليه واش على المستوى الوطني، وتختلفت واحد الموجه. هادشي تيساعدنا اكثر. وانا اليوم تنظر في واحد الحين وبعض الاحزان كتقول لهم راه حنا درنا لكم هاد الاشغال وهي عمرها ما كانتش في التسيير. تيترقم داكشي درنا حنا دوك المشاريع تقول لهم راه حنا اللي درناهم. تيتبناو المشاريع ديال الاتحاد الاشتراكي. لهذا نقول لكم انا الاتحاد الاشتراكي هو اللي غادي يدوز في التاريخ ان شاء الله، ولكن كاينش اغلبيه لان طبيعه نظامات الاقتراع تحيت حيلة العتبه. الان اذا حنا غنقولوا النوم بطبيعه الحال غادي نتحالفوا تحالفات مساله بجميع الجماعات غيكونوا تحالفات. تحالفات حنا مع الخيرين اللوائح اللي مقدمه الان، سواء كانت لوائح الاحزاب او لوائح ديال مستقله. على اللوائح المستقله انا هذا رايي ديالي ان تنفضلوا ان الناس يترشحوا باسم الاحزاب باش اذا ست سنين يعاقبوا الحزب. ما يعاقبوش الحزب الاغلبي من طنجه للبويضه. تيقولوا هاد الناس دازوا مده خصنا نعاقبوهم، خصو يجي شي حزب اخر. اذا انا ولكن الدستور تيعطي القانون والحق ان يكونوا لوائح مستقله. لهذا الدستور هو اعلى قانون في البلاد، تيعطي الحق ان الناس ترشح مستقله وحنا تنحترموا الاختيارات ديالهم. اذا هذا باش نقول اذا حنا نقول مع الخيرين في اللوائح المقدمه اللي تقدمت. واؤكد انه كاين واحد التجاوب، ماشي الحمد لله صافي جات لي واحد ولا خمس الى واحد ولا بالقوت السياره طارا ولا مشكل. اليوم تنظروا حنا وتيقول لك اودي في الاتحاد الاشتراكي وتيقارنوا المنجزات اللي دارها الاتحاد الاشتراكي هو يمشي تيفيد مشي تقدر بحدا في قانون الطريق اللي قالتنا حنا درب حدا باش غطينا ديك السابيه. و التقنيه اللي دار الحزب الحالي حجيت جيت نقطه جيت طفله كلها محفره. انا تنقول غير عطوني والو عطوني غير اش دار. والناس تقول لك ودي لهم انتوما كاين تراجع مجموعه من الخدمات الاخرى بلا نظر بلا مناطق خضراء. هذا الشيء ساعدنا اننا غادي ان شاء الله غادي نكسبوا الثقه ديال الناخبين. شكرا اخ جبري. نمر الأخ متوكل في تفضل الصورة إجابة على أسئلة الأخوة الصحفية والأخوة الصحفية. شكرا للأخوة الأخوات. أنا شخصيا جد سعيد أتواصل مع نفس
مؤسسة أو مؤسسات إعلامية ومع الجيش الصحفي اللي فيها عطاه راسي جزء منه، وبالتالي تم عمليا من جيل الشباب صحفي الشباب من 1996 قطع طلابي ثم بعمر تردت إلى يومنا. فالأسئلة التي تطرح في اللقاءات هي من صميم الأسئلة التي تنطقها احنا بنفسنا على روسنا. الذي يمارس السياسة يتقمص دور المعارض نفسه ويتقمص دور الصحفي الذي يسائل الآخر. هذا يجب أن تكون عنده الأجوبة الممكنة على القضايا المطروحة. المسائل اللي اشاروا لها الاخوان ما غاديش نعاودها، وغادي نحاول نركز مع مثلا السلبيات ديال شي شويه تاني هو الفكره. الحديث عن الفترات الذهبيه داخل مدينه تردد هو نابع على مقارنه ما بين تجربه نسميها التجربه الوسيطه مع التجارب السابقه اللي عرفتها جامعه ديال ما بعد 76. تجربة اتحادية التي نعتبرها تجربة ديال المدينة لا نحتكرها، تجربة ديالنا مع الشركاء ديالنا منذ 98 الأحزاب اللي كانت حليفة لنا التدبير من 2003 باش تبدا اللوائح الانتخابية واللي فرضت أنه تكون تحالفات إلى حدود 2015. دفع هذا تدبير مشترك ما بيننا وبين زاد متعددة بعد أن سيرنا لولايتين كعقلانية. هذا واحد. إذا فما هو متوفر لدينا عمليا هو حصيلة جماعية، لأننا عندما نمارس التمثيلية داخل المؤسسة المنتخبة لا نمارس أننا منتخبين، ولكننا نعمل من أجل بلورة ما كنا نطالب به قبل أن نكون منتخبين، أي بصفتنا المواطنين. المسألة التالية كما كذلك الأخشب في كل ليس كل اتحادين ملائكة، ما كاينش ملائكة بعد تحت البشر. كل اتحاد هو مدرسة للشعب المغربي فيه كل الفئات والطبقات والمستويات الثقافية وحتى المرجعية الأخلاقية ديال كل واحد، ولكن تجمعنا مبادئ. داخل المجتمع ما كاينش الملائكة كذلك، ولكن كاين اناس يخطئون ويصيبون، وحنا من هذوك الناس اللي يتبعوا المجتمع نخطئ وننجح جزئيا او بنسبه جد متقدمه تجاوز 50% او مستوى اعلى في كل المحطات. اذا ما هو الايجابي في المرحله الحاليه نتبناه ونعتمده ونتمينه في المرحله الجايه، وما فيه اخطاء غيكون من البلد ان لا نراجع اخطائنا وان لا نمارس النقد الذاتي، وهذه من قواعد وضوابط انتماء الاتحاد الشرقي، اي ممارسه النقد الذاتي. ما يسمى النقد والنقد الذاتي بالفكر اليساري. تقييم الحمله الانتخابيه عندي فيها كملاحظه اعتباري هنا نتكلم كوكيل لائحه. الاكراه اللي على الدوله المغربيه اللي مكوناتها اللي هي المؤسسة الملكية زائد الحكومة ثم المؤسسة التابعة لها والشعب برمته على أرض جغرافية واضحة. كاين كوفيد ازعج العالم وطلبت منا الدولة المغربية أن ننضبط وأن نحترم في الحملة الانتخابية مجموعة من الشروط التي نراها ماشي ملزمة، نراها واجبة علينا بصفة المواطنة التي نؤمن بها ونشتغل من اجلها. المواطنه حق اللي بغينا للشعب المغربي كله بدون تمييز بصفات يمكن جعلها في النقاش. لهذا نحن نظمنا لقرار الدوله ونظمنا حمله انتخابيه بطريقه فيها قديمه اللي كنا نخدم في ايام القلع خدامين من تحت المخزن عاس علينا وما عرفنا واش خرجنا ولا دخلنا ولا اتصلنا ومع تلقانا في الصندوق. 63 في 76 في 92 السلطه خارجه ضدنا برجليها كلها من المسؤول الاول حتى الصغير، وخرجنا في الصندوق. كيف نديروا الحمله؟ ما عرفناش. دبرنا الحمله بالطرق التي يمارسها اليسار في العالم، هي حضاريه وفيها التواصل المباشر على المدى الطويل، ما فيها حتى 15 واحد نجمعوا. كان 15
هاد الست سنوات اللي داز دبرنا فيها اخطاءنا مع الناس وناقشنا ووضحنا لهم ما يجب ايضاحه، ودبرنا فيها الاجابه على المغالطات التي مارسها التضليليون بلا ما نسميهم شكون هما ضد الاتحاد اللي كشر الاتحاد. فامر علينا الاتحاد مجموعه ديال المعطيات ما غاديش نسميها، ماشي لاننا خايفين منها ولكن لحرمه هذه المرحله اللي كنجيو لها من بعد الانتخابات اللي بلوجيسه ونقولوا هاللي كان هاللي كان هاللي، ولكن ما نخلقوش اي نقاش ونخليو الناس يتفرغوا الحمله الانتخابيه يبداو يردوا علينا حد. يكونوا هادو اللي يكون شي حد اخر من غير هادو اللي كاين في داخل المسؤوليه. ندوز نخلي الحوايج الاخرى اللي كاينه كلها هنا وغندوز مباشره المسائل اللي سميتها بشكل مباشر. يمكن غادي نجيو نتكلموا على التقاطع ما بين هذا البرنامج اللي كيتعلق بالمدينه، هو برنامج ملزم للممثلين ديال حزب الجهه. وكذلك الاخ نائب البرلمان مرشح للبرلمان ان شاء الله، وكذلك اللي حضر معنا هنا ومع الاخوه كلهما اللي في الوصيه. منذ 2000 1912 والبلديه 13 كخلاصه اساسيه تدين لخصوم الاتحاد الشرقي انه لا حل له لزحزحه لحلحه، ما نقول زحزحه، لا ما تيزحزح لا تحت لا قمع ولا غيره، حلحله الاتحاد الشرقي من مكانه ليحل محله طرف اخر هو الاساءه لواحد من المناضلين داخل الاتحاد الشرقي واحد ربي. فقالوا ما لم يقله ملك الخبراء ودخلوا في هجمه كبيره وتعففنا جميعا. نردوا على هذا ولا نعيوا هذا داك الشيء كله لانه ملي تنديروا كذا نقولوا الصحفي تنعرفوا ترى فمو ولا خالته ولا با ولا كذا ندعيه يجي ويطلبوا ما غادي نوصل كاع لك المستوى نتجاوز كل هذا الاستجابه لانه ولادنا وخوتنا جوج. لهذا ما تابعنا تحت في ديك المرحله ونرغبوا بانفسنا ندخل في هذه المرحله في هذا الجانب. العمل هذا الشيء اللي خدمنا حنا فيه خلال المرحله للتوضيح خدموا البعض للاساءه الاتحاديه باشاعات متعدده. ثم كان ما يسمى الربيع ما تنسميهش انا الربيع الديمقراطي لان العالم من المغرب حتى الحدود ديال اليمن هذا عالم مختلط فيه ديانات متعدده وفيه عربي وامازيغي الى اخره. هذاك الربيع العربي بحمولاته متعددة فيها تدخلات دولية فرز وضعية جديدة لما على العالم العربي لا شو الحوايج، يا إما أن ينفجر كما حصل في ليبيا وإما أن يمتص الغضب كما حصل في المغرب. لهي دخلوا بعض القوى للحكم وعطلوا المجتمع وعطلوا التنمية بشكل قاطع وقتلوا الدول ديالهم. وبالنسبة لنا حنا تمكنت الدول المغربية من احتواء المشهد وصلنا على الأقل الثقة اللي حنا فيه حاليا. ما جاء فيما بعد هو نحن متاكدين من صدقيه المناضلين الجدد ووفائهم. اذا كان الوفاء المبادئ الحين تيكون بممارستنا كلنا في المسؤوليه اللي كاينه. لهذا منذ 2015 الاتحاديون على عرف موقع المسؤوليه انني شخصيا غير مستعد للترشح للتجربه الجايه اللي هي هذه. وتم تداولها بيننا في اجتماعات متعدده وكنا غادي توصلنا هذه المرحله لا هو يترشح لا هو يمكن يغيب الناس لا هو يتسمع حتى القتال لا وكذا. فدبرنا المرحله ديمقراطيا مع شويه ديال سيسبانس تيقولوا الناس يتسناو شنو وقع. ف تم الاتفاق باجماعنا على ان يكون وكيل اللائحه هو السي محمد جبري حتى الجهه ما كنتش غنترشح ليها هذا اعتراضي. المؤتيات الخارجيه لا تستهوينا نطول هذا الملف هذا لا تستهوينا ولا تؤثر فينا. ما يضبط عملنا هو قرار الداخلي. الى قال الغرب دور اليسر والقرار الداخلي قال دور اليمن حنا دايرين اليمن. لان هذه قناعه تنظيميه اللي مرتبطه بظروف موضوعيه وذاتيه ديالنا مع المجتمع ماشي النزوات ديالنا. لهذا ف بالنسبه للجهه الاخوه بعدما تبين انه انا ما غير ما صافي صوب الموضوع ولا خرج الراي العام وما كاين تنجلسوا الاخوه قالوا ديال ماشي متاكدين والجهه الان شعرت دستوريا عندها صوره كبيره خصنا
اللي يكون تيه في الاقليم وتكون القدره ديالو داك التجربه اللي كاينه ديال كبارك السنوات نوظفوها في الجهه لفائده تكامل برنامجين اللي هما برنامج ديال الاخوان ديالنا هنا مع برنامجنا حنا اللي غنكونوا في الجهه وكيله الريحه الاخت احمر وعزوز بيه سنكون مرافعين ومدافعين بكل قوه واستماته باكثر من ماشي غنقول الشراسه باكثر من الاراده والعزيمه والشباب 63 عام شاب 63 عام اللي مازال ما شافو وهذا اللي كاع دابا في التجربه الجديده بشباب ديال 19 عام ان شاء الله نشتغل ف اللهم بارك في صحة الجميع وفي صحتنا ثاني جزال نطلب في هذه الست سنوات لفائدة المدينة بالتعاون مع الإخوان المنتخبين ديالنا في مدينة الرزان وعلى رأسهم الأخ سي محمد الجبري شكرا 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 الأخ المتوكل شكرا الأخ المتوكل على كلمته ولو أنه طلع شي شوية على طول عندنا حاجة ياخذ راحته أنا راه جايين فيا جوج قديمة وجديدة ماشي مشكل إذا نعم نعطي ملاحظة بسيطة كان معنا الأخ كريم القدوري وكيل اللائحة البرلمانية للدائرة التشريعية ترودان الجنوبية بالنسبة للبرنامج المتعلق بالأخ كريم القدوري هو برنامج وطني أعلن عنه المكتب السياسي أسبوع هذا مع بداية الحملة هو موجود في الإنترنت وموجود في الصفحة الرسمية للحزب لأنه مرتبط بمشروع وطني هنا تنتكلم الان على مشروع مرتبط بالجماعه المحليه اشكر ايضا الملتحقين الاخ الجليل عبد الجبار كان له اثر كبير ايضا على مستوى البرنامج في المجال المالي والتدبير المالي اذا ايضا بالنسبه للاجابه على السؤال هو اخت زينب بطبيعه الحال احنا الحمله ديالنا احنا خدمنا حمله نظيفه بدون بهرجه لان ماشي العدد هو العدد الكبير هو المهم ولا السيارات ولا جيب التطبيقيه وجيب حنا اليوم في الحمله الانتخابيه خصنا نقولوا للناس اش غنديروا نتواصلوا معاهم دوك انا الا كنت غير 10 الناس 5 هنا و 5 هنا تنزاد باش تسمع لي شي غير المواطنين تقول لنا اش خصنا هذيك ديال الحمله بطبيعه الحال البعض اختار طريق اخر ولكن حنا ماشي ما تيهمناش يسيبنا حنا هو انه كاين التجاوب مع الاتحاد الشرقي وكما قلت في قبل التجربه الفايته تدبير التجربه الفايته ساعدنا حنا كثير كمشرعين وكلاعب الاتحاد الشرقي ان الناس يثقوا فينا تستيقن فينا حمله نظيفه حمله بامكانيات ماليه محدوده جدا وندبر نجرات الموارد الماليه يمكن البعض تيستعمل الاموال وتيدير هذا تبعين وعارفينه ولكن شوف راه الناس عارفه اليوم راه تعطيني الفلوس ولا تعطيني الفلوس انت يعني الناس راه عارفه وعارفه والتجربه ديال الفايته راه باينه التجارب الفايته 2009 2015 2003 نفس الاموال نفس الخطابات اذا احنا لان كان في الثقه الناخبين اللي الان واعيين والحمد لله تميزوا شكون غادي يسمح لهم وبالتالي حنا كنتجاوزوا كاع ذوك المخالفات وداك الشيء ما كيهموناش السلطات المحليه راه متبعه تضع كل شيء كل شيء السلطه المحليه اللي ما يبقاش واحد يدير الاشغال خصو يجيب القاس وفولا تقول لا يلا بدا الاشغال تدخل عند السلطات راه مخلوط والحمله راه ترى في المواقع الاجتماعيه راه تيبان لك شكون اللي محتار شكون اللي محتار النظام ديال التدابير الاحتجازيه ديال كوفيد شكون اللي محتار بالتالي حنا داك الشيء ما اذا حنا عندنا كامل الثقه في الناخبين انهم اليوم ان شاء الله يوم الاربعاء غادي يجعل الاتحاد الشرقي هو الفريق الاول اللي يكونوا على يقين تنقولها ان شاء الله الاتحاد غيكون الفريق الاول طبعا الحاكم ما درتش التحالفات لا بد منها وحنا راه غادي ناخذوا نخلينا في اللوائح الانتخابيه شكرا للاخ محمد جبري اذا الاخت احمر يوتي السلام عليكم تحيه مسائيه عطره للاخت اولا والاخوه ممثلي المنابر الاعلاميه بتالوبات انتم
يعني السباقون لنشر الاخبار التي يعني تصل لكل بيت، وانا اتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الامسيه صله وصل للعمل الجاد الذي قام به فريق متكامل من الاخوه والاخوات في الحزب. حنا اللي كيهمنا جميع ان تلودانت تستفيد من ابنائها كل من موقعه. حنا كلنا كنتلاقاو لواحد النقطه ان بغينا تلودانت تزيد لقدام، بغينا مشاكل تلودانت تفك، بغينا تلودانت تستفد من المبادرات الوطنيه بكل احجامها وبكل مجالاتها. وكنظن بان الاتحاد الاشتراكي استحضر مجموعه من المعطيات ومجموعه من المكتسبات اللي كانت عنده خلال التجربه السابقه، والانسان يستفيد من مواقعه سواء من اخطائه ومن نجاحاته. انا كوحده من نساء الاتحاد الاشتراكي وللفخر بالنسبه لنا الاتحاد الانطلاقه ديالو هي امتلاك وتشخيص الواقع، هذه هي اللي كتعطينا القوه باش نشتغلوا. ما كنخليوش هذاك الاحلام انها تجرنا لشي حاجه اللي ماشي واقعيه، كنحاولوا ما ان كنكونوا قراب من الساكنه، وكنتحملوا حتى الانتقادات لان ما كاينش اللي غادي ينتقدك وكل ما كان متبعك وكل ما كان مثلا كيترجى منك احسن من داكشي اللي شاف منك. حنا الخواطر ديالنا واسعه الانتقادات، ولكن الانتقاد اللي يكون بناء. الاخ بنعيم شار واحد المساله، حنا انا نهضر على نفسي، تربيت في الاتحاد الاشتراكي على الاختلاف، والاختلاف ليس هو الخلاف، وربما هذه النقطه هذه قليل اللي كيقدر انه يستوعبها، لان الكون كله خلق الله سبحانه وتعالى مختلف. ما يمكنش انا كله كنا كنغنيو اغنيه واحده، ما يمكنش كله كنا في حزب واحد. غير هو من المستحسن اننا نوظفوا ذاك الاختلاف من اجل البناء، لانني ملي كنهدم ربما كنحبط اشخاص مدين ايديهم لهذه المدينه بان تزيد القدام، وكنستخدم شي اساليب اللي هي نتعفف عنها. يعني حنا كنامنوا بجميع الاحزاب وكنحترموا جميع الاحزاب ودايرين نفس المسافه مع جميع الاحزاب. لن ندعي، ما كاينش واحد غيتزايد علينا في المواطنه ديالنا، وما كاينش حد غيتزايد علينا في الانتماء ديالنا، وحتى واحد ما كيزكي نفسه، كلنا خطاؤنا. ولكن ربما يعني ما نتميز به داخل مدرسه الاتحاد الاشتراكي وما اخذناه ونهلنا منه من القاده اللي هم الفضل في تمرير هاد السياسه اللي فيها اخلاق، انني كنامن بالاخر وكنحترم وكنعطيه الحجم ديالو اللي ما يمكنش ليا وماشي من مصلحتي انا كسياسي انني نبقى وانا بغيت ندبر وانا مقبل على مرحله فيها تدبير، انني نخلق صراعات ونبدا واحد البدايه اللي هي كلها تشنجات مع اي فريق. حنا نتمنى التوفيق للجميع. حنا دابا في حمله، وحمله انتخابيه عندها قوانين وعندها ضوابط، والدوله حنا دوله ديمقراطيه. اليوم كل واحد فينا تيحاول يجبد الوسائل ديالو، غير هي الوسائل تختلف، حيت حنا حزب وطني ديال القوات الشعبيه وكنامنوا بالدستور، واي نقط او خطوط حمراء كتسطرها لنا الدوله حنا اول واحد كيلتزم به، لان ماشي مصلحتنا نفوضها في هذا البلاد. هذه مرحله تاريخيه تيدوز منها المغرب، واليد ممدوده للشعوب بانها والسكان ديال جميع الاقاليم انها الا كان ما يتغير تغير، كاين تجارب اللي ممكن تستمر اللي كان، بمعنى حنا هنا كاحزاب سياسيه خصنا نشاركوا في هذه العمليه هذه، ماشي نكونوا كيشوفوا فينا الناس ان حنا اللي كنحملوا ذاك المشعل ونكونوا حنا اول من يخرق هذا العرف هذا. اذا جميع الاحزاب كنتمنوا لها التوفيق، ونحن في حمله شريفه ونستعمل فيها الوسائل الشريفه، ومن حاد عن هذا الطريق هذا فانه فعلا في البهتان. ونتمنى الاتحاد الاشتراكي ان شاء الله التوفيق، وكندعي جميع المواطنات والمواطنين ناخبات والناخبين انهم يدلوا بالاصوات ديالهم يوم 8 شتنبير. كنتمنى الاتحاد الاشتراكي الرجوع الى تسيير واستكمال اوراش اللي بداها، وشكرا وتحيه. اذا قبل ان نختم هذا اللقاء اعطي الكلمه للاخ المتوكل لاضافه معينه. اختصار. الكاركولاسيون جد مركزه تتعلق بكذا ديال الحوايج، تقيمنا الاول الحمله الانتخابيه تقيمين بني على نوع من التسامح الانفتاح، لكن يمكن ان نجني
القول أن هذه أي جملة عام كما يجب ليس كما يفترض أن يكون في هذه الظرفية. لأن إحنا ما نسقنا شيء، إحنا مع الأجواء العامة اللي كاينة بقينا منضبطين. ما ندخلوش في تفاصيل هذا الموضوع إلا في إبان. المسألة الثانية اللي هي في علاقة بالأحزاب الأخرى، إحنا عندما نتنافس انتخابيا ليست الغاية هو شطب حزب كما كان يوقع أبدا. إحنا نمارس الديمقراطية يمكن تكون عندنا أغلبية، يمكن تكون عندنا أغلبية اللي غتخول لنا نشكلوا اللائحة، ويمكن كذلك نكونوا جزء من أغلبية معينة، ويمكن نكونوا في معارضة. هذه الاحتمالات الأربعة اللي كاينة، ما كاينش احتمال الخمسة، استثناء إلى انتقل لقوة قدموا استقالة وشي بحال هكا مثلا. وهذه مستبعدة لأن الأصوات الناخبين اللي عطاتنا بالعاش الحجم اللي عطاتنا خصنا نمارسوا الدور اللي تعطى لنا. عطاونا الدور المعارضة نمارسوا هذه القوة، عطاونا الدور التي مارسوا بكذا وبصدقنا. المسألة الأخرى هي اللي تشرليها الإخوان ديال الخروقات، ونأكد على المسألة اللي قالها السي محمد، لا معنى للحياة السنة حتى يقال أن الأمور غادية مزيان، لا معنى لها. المراقبين الوطنيين والمراقبين الدوليين تيلاحظوا داكشي اللي تنلاحظوا حنا، تيلاحظوا تيسجلوا الملاحظات اللي تلقيه حنا وتنبلغوها بشكل مباشر رسمي أو هاتفيا لأجهزة مسؤولة بمختلف تخصصاتها. إذن لا معنى للحياة السلبية في هذه الظرفية. واش كاين الغلط؟ وقف عليه، السلطة خصها تحمل مسؤوليتها. دبروا يكون الحزب اللي ما يكون، يكون حنا أو غيرنا. فإذا ما كانش الآلية ديال الضبط يخضع لها الجميع، ما كاين عدالة حتى في تطبيق القانون أو في تدبير تنفيذ القانون. لهذا فما يتحدث عنه دابا احنا نعطي المسألة ديال السي محمد بصراحة باختصار، يتحدث الناس والرأي العام والصحافة عن المال الحرام. اللي خص يكون عسي عنده الصفة الضبطية هو ناس السلطة، ماشي الأحزاب السياسية اللي غادي يخرجوا يقلبوا شنو تيشري أو تيبيع في الانتخابات. الصفة الضبطية اللي من ما قدم وطلع في التسلسل ديال السلطة عندها، إلا ما قداش السلطة تضبط هي هاد الشيء تيقولوه الناس كلهم، فلا تعيد منهجية تدبيرها لتعاملها أو سميتها إدارتها للمرحلة. استغلال النفوذ، الأقرب لضبط استغلال النفوذ هو الإدارة. من يستغل النفوذ والمؤسسات للتغطية على حملة انتخابية أو للقيام بحملة انتخابية وشرط أخرى بعض الأمثلة. ثم جانب آخر اللي نروح ثاني حتى في هذه، هذا ما من شغنسميها، أنا غنسميها سمحوا لي قرب نتحرر من واجبة التحفظ، غنكون حر كل شيء بعد الانتخابات، خاصة في المدينة. قلت المروة هذه أنه البعض مازال جالس يفكر يوقف الناس، ما بالو يجيو الناس يوقفوا حتى الانتخابات، أجي هذاك فعل تركت هذيك بات هذه تمسوسي السياسة. والسياسة كما قالت الأخت وقال الأخوان عندك برنامج مسوس على الناس، راه ما كاين الملكة. قال سيدنا عمر ما حطش ولا في الصحابة، قالها سيدنا عيسى في اللقاء سيدنا عمر، اللي فيكم ما دارش الخطيئة يرد يرجع هذه المرأة هذه. بما أن سيدنا عيسى يعلم جزء من الغيب ويعلم الله بالغيب، حتى حد ما قدر يتحرك يا جماعة، كلهم خطأهم، كل واحد يشمل الخطأ، ما كاين الملكة. دابا الناس يشدوا فمهم، يلزموا الصمت ويتفرغوا لذاك الشيء اللي خصنا نفرغوا. المواطن ما عنده علاقة بحماد طلع ولا القيادة طلعت، عنده علاقة البرنامج واش غادي واش غاتعالج هذا الشيء باش عنده علاقة، وهذا هو وضع النقاش. إذا فرغوا على هذا قلاجي الناس اللي دخلوا الأزواج المسلم، ربي نرفعوا مستوى الوعي ديال الناس ومستوى الخطاب السياسي ومستوى التدبير السياسي. يا إما أننا نريد بناء دولة وطنية ديمقراطية من الجامعة القروية ومن أصغر نواجذ داخل المجتمع إلى الدولة، وإما أننا نحن ما عندنا غلط باش نكونوا دارجين على الكراسة. وإلا دارجين على الكراسة أحسن الدولة تبغي كاع الانتخابات تسد هادشي وتسير هادشي، هذا كله الحزاب باش تعاود تطب براسها مازال ما مربياش، أو مازال ما مربيين، أو حتى اللي تيدخلوا انتخابات مازال ما عندهمش غير هذه اللي تميز ما بين السياسي والشخصي والحسابات الشخصية والسيادة الحسابات إلى آخره. أختم ب أن التساؤلات الإعلامية كلها هي مشروعة باستثناء القبحية وداك الشيء الآخر، هذيك التساؤلات نسميها منفردة. وأقول أنا بالنسبة لي باش نمشي في السياق اللي اختلفت به الأخت،
نحن نقول للمواطن الاتحاد الشراكي مدرسة. الاتحاد الشراكي في حياته ما خلق إلا ليدافع عن الديمقراطية وعن الشعب المغربي. هذا اش تخلق داخل الاتحاد الشراكي نسبة مهمة متشبتة قوية جدا متشبتة بمبادئ الشهداء. حنا الناس يعرفوا حنا دايرين تنتكلموا على شكون اللي ربانا حنا من عبد الرحمن اليسير ابراهيم محديث مهدي مركز عمر مجلول عمر الصحيلي المولاي الحنفي في تيزي وغيرهم كثير سعدي فرقاني. هذو النخبة ديال الحركة الوطنية والنخبة ديال السياسة في البلاد. هذا الشيء اللي عندنا حنا بغينا نصرفوه مع الناس في ظرفيتنا الراهنة اخلاقا وممارسة وتدبيرا. وغنعطيكم جملة وهي غنختم بها في الكلام ديالي في البرنامج مع ما قرر السؤال فيه. سيعمل اتحادي داخل البلدية على تأسيس مكاتب لفرق داخل الجامعة ماشي قصي ديك المرة كنا حنا حل لبيبان الأحزاب كلها يتعرف لا دابا غيكون مقر ديال الأحزاب في البلدية لكن هذا غيكون ثلاث مقرات يكون اللي تيبت لهم يستقبل الناس تما ويكون صلة تواصل ما يبعد كاع ما يمشي كاع يجيني تما هذه داخلة بين النقط اللي كاينة داخل بحال الشكل في البرلمان بغينا نديرو داخل الجامعة بطريقة من الطرق التي لا تتعارض مع الضوابط القانونية والضوابط الدستورية. لهذا وأنا لست وكيلا للائحة المحلية بل وكيل لائحة الجهة وبهذه الصفة كمواطن سأصوت على الاتحاد الشراكي ادعو كل الناخبين والناخبات الى صوت بكثافة لفائدة الاتحاد الشراكي للقوى الشعبية في الجامعة. ووكيل لائحتي فيها الاخ جبريل والاخت زين ثم بين نرجع في احنا ثم وكيل لائحة ديالنا في البرلمان اللي هو الاخ القدير مع الاخت نزيهة ابا كريم في اللائحة ديال النساء ثم اللائحة الجهوية اللي فيها عبد الربي والاخت احمد. صوت على هذه اللائحة يضمن لنا جميعا ان نقطع مع ما اساء الينا خلال هذه الولايه كاين سياسات ما نهضرش عن اشخاص كاين سياسات وسوء تدبير وان نشتغل مع الجميع بدون استثناء وبدون اقصاء من اجل غد افضل في التعامل السياسي والديمقراطي. شكرا. اذا بعد شكري للاخوه الصحفيين والصحفيين على حضورهم في هذه الندوه الصحفيه انتهي حيث انتهى مصطفى المتوكل. أقول أننا نحن اليسار نحن حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية الامتداد المادي والموضوعي للحركة الوطنية. قوتنا الوحيدة تكمن في القوات الشعبية. ليس لدينا أي مورد من الموارد غير القوات الشعبية والجماهير الشعبية. لذلك أدعو للتعبئة الشاملة لساكنة لاردان للتصويت على حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية اللي رمزه هو الوردة في الانتخابات الجماعية الانتخابات التشريعية والانتخابات الجهوية. شكرا مجددا للإخوة وعاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.